رسائل من اليرموك هو اسم الفيلم الوثائقي الذي عرض لأول مرة في العاصمة الأردنية عمان. اسمها لميس، صبية من مخيم اليرموك بسوريا، مخيم اللاجئين الفلسطينيين اللي محاصر له أكثر من سنتين. الفيلم لصاحبه رشيد مشهراوي والذي قام بإخراجه من مدينة رام الله الفلسطينية يحمل رسائل التقطت من مخيم الفلسطينيين الأكثر مأساة ونكبة في سوريا. استطاع المخرج بذكاء ملحوظ أن يجمع عدة أمكنة في مشهد واحد، فقد استعان بتطبيق سكايب ليتواصل مع شخصيات الفيلم من داخل المخيم. طلعنا كل العائلة بس أنا اللي سافرتها، يعني احنا تجربة اليوم. هو يعني السينما بشكل عام أحد مهماتها إنها تفكر في بكرة، يعني إنها تضيف أمل، تضيف تفاؤل، وإلا لشو كل الأفلام؟ عشان هيك لما في مناطق منكوبة زي مخيم اليرموك مثلا، الناس عم تموت، عم تموت من الجوع، أحيانا عم تموت من حرب هي مش طرف فيها. فمهم جدا إنه يكون التركيز على الحياة، التركيز على الحب، التركيز على المستقبل. أنا بتهيأ لي هذا كتير مهم. كان سكانه تقريبا 400,000. 60 دقيقة وثائقية صورت معاناة أهالي المخيم مع قسوة الجوع وقسوة المعيشة والقصف اليومي الذي يتعرضون له من النظام، إلا أن الفيلم لم يخلو من بريق الأمل ولهفة الحب المتمثلة بعازف بيانو متنقل وعاشق تحت القذائف. نضيف ضوء على هاي البقعة اللي بيصير فيها لا معقول في الحياة، إنه الناس تعرف إنه بموازي حياتنا اللي عم بنعيشها وبيوتنا وسياراتنا وسهراتنا ورفاهيتنا، في ناس اليوم عم تواجه هيك مصير. تبع العرض نقاش دار بين مخرج الفيلم والجمهور، تخللته أسئلة وتعليقات على مضمون الفيلم والظروف التي صورت فيه. من أرض تفوح منها رائحة الموت، استطاع فيلم رسائل من اليرموك أن يخرج صوت الحب والموسيقى من تحت أنقاض الحرب. لبرنامج جولة الصباح، نور حداد، أورينت نيوز.